كلفني الإخوة بكلمة يسيرة في دقيقتين، وصيتي إليكم: ما زلتم بخير وما زلتم على خير ما دمتم على الكتاب قائمون، وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستنون ومقتدون، وعلى آثاره مقتفون، ووالله ما زلتم بخير ما دمتم مجتمعون، وما دمتم معتصمون، وما دمتم موحدون. ألا لا خير فيكم إذا دبت فيكم الفرقة، ولا خير فيكم إذا ما تفشى فيكم الشتات، ولا خير فيكم إذا أعجب كل ذي رأي برأيه. ألا لا تناجشوا، ألا لا تحاسدوا، ألا لا تباغضوا، ألا لا تناجشوا، وكونوا كما رضي لكم ربكم حينما قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أبشروا أيها الموحدون، وأبشروا أيها المؤمنون، فإن الله مناد يوم القيامة: أين المتحابون؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أبشروا ببشرى ربكم، وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه. هذا يوم توضع فيه الأحقاب، هذا يوم تدوب فيه الشحناء، هذا يوم تواد، هذا يوم محبة، هذا يوم تهادي، هذا يوم رحمة. فمن كان بينه وبين أخيه شحناء فلا يخرجن من مصلاه هذا إلا بقلب سليم. ألا لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقي هذا وذاك، فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ألا من كانت له رحم مقطوعة فليصلها في هذا اليوم، ولو طردوه من على الباب فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فكونوا كما رضي لكم ربكم إخوانا، لعل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم يوم الجنة على سرر إخوانا متقابلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مرحبا بكم، وشكرا لكل من قام على هذا الجمع، مسيرين وأئمة ودعاة وتقنيين، وشكرا للإخوة الذين هم في الخارج في الريح والبرد ينظمون السير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، وأوصيكم أن تساعدوهم في الله ولله، تساعدوهم بالنظام. كما دخلتم بهدوء تخرجون إن شاء الله بهدوء. عيدكم مبارك ميمون، وأسأل الله أن يجعل أيامنا كلها عيدا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوانا على سرر في الجنة في الدنيا وفي الآخرة على سرر متقابلين، وأسأل الله أن يجعل أن يباعد بيننا وبين الفرقة والكراهية والبغضاء كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك ومولاه. بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم مبارك سعيد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا قيامنا وصلاتنا وقراءتنا ودعاءنا إن شاء الله. فعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله عنا خير جزاء. وعيدكم مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة في الله، فعلا
كما تفضل فضيلة الشيخ سي محمد السوسي إمام مسجد البونتي، وتلاه فضيلة الشيخ الإمام سي محمد البستوتي إمام مسجد الإمام البخاري، وكذلك بعض الأئمة الغبرين اللي موجودين لم تعطى لهم الكلمة نظرا لضيق الوقت فقط. وكذلك أيها الإخوة، فعلا لقد عبرتم عن مقاصد الإسلام، مقاصد الإسلام وغايات الإسلام أيها الإخوة. هذا الدين العظيم ليس عبثا، إنه غايات ومقاصد، ومن غاياته ومقاصدها أيها الإخوة أن تجتمع كلمة المسلمين، أن تجتمع كلمة المؤمنين. وقد أراد الله أن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا اليوم المبارك في المصليات رجال. شو انظروا إلى الحكمة أيها الإخوة، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، أطفالا، رضعا، العواتق، حتى الحيض، حتى المرأة التي لا تصلي تأتي ولا تصلي ولكنها تشهد الخير. لماذا هذا؟ لماذا لم يترك الإسلام في بيتها؟ ولكن الإسلام أراد أيها الإخوة هذه الوحدة، هذه اللحمة، هذا الاجتماع المبارك أيها الإخوة. هذه فريضة من الفرائض. قبل أن أقول لكم هنيئا لكم يوم العيد، قبل أن أقول لكم هنيئا لكم القيام، قبل أن أقول هنيئا إخراج زكاة الفطر، قبل أن نقول كذا، نقول هنيئا لكم بالوحدة. فبدون هذه الوحدة أيها الإخوة، وكلكم تعلمون أو جلكم يعلم إن شاء الله أن هذا الدين يعني دائما يبنى على محورين أساسيين. إذا قرأتم القرآن كله من أوله إلى آخره وتصفحتم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدتم أن الدين كله كيدعي لجوج مسائل: التوحيد، توحيد الله عز وجل، وهذا اليوم راه دليل على توحيد المسلمين لله عز وجل، توحيد الله عز وجل. النقطة الثانية وحدة المسلمين، النقطة الثانية وحدة المسلمين. أترك الكلمة للأخ نجيب أيها الإخوة شيخ الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, c'est une immense joie aujourd'hui, après avoir été ordonné de jeûner et de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, nous voilà aujourd'hui réunis sous un seul toit afin de célébrer la prière de l'Eid comme il nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et comme il enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit: si tu avais dépensé les biens de toute la terre tout entière, tu n'aurais pas pu unir ces gens, mais c'est Allah qui a uni les cœurs entre eux. Et c'est donc une grande occasion pour nous aujourd'hui de célébrer les louanges, la gloire et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toujours se souvenir que cette religion est bâtie sur deux piliers essentiels. Le premier pilier qui nous accompagne tout au long de notre vie, intérieurement et extérieurement, c'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, l'unicité d'Allah, al-tawhid. Et la deuxième chose, le deuxième pilier sur lequel cette religion se bâtit, c'est un pilier que nous devons vivre collectivement, c'est l'union des musulmans, être unis à travers nos adorations, à travers nos comportements. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour tous ceux qui ont de l'hostilité ou de l'inimitié les uns pour les autres de ne sortir de cette salle après la prière de l'Eid qu'après s'être demandé pardon, réconcilié, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui est le meilleur est celui qui fait le premier pas pour aller vers son frère, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les croyants ne sont que des frères, ainsi établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin que vous récoltiez le succès. Inch'Allah, ya l'ikhwa al-afadil والأخوات الفضليات، هذا الاجتماع المبارك في يوم العيد مطلوب مدينة أورانج وسوق وكابونترا وكافيو، هذا وشاتونا مطلوب منهم مرة أخرى إن شاء الله نكونوا مجموعين في مكان واحد، إما نأخذ مكان في مكان آخر وإما هذا مطلوب يوم العيد أيها الإخوة. أما المساجد الأخرى اللي ما حضرتش معنا اليوم عندها أعضاء خاصة، قالوا بأنه المرة القادمة إن شاء الله ممكن المساجد اللي متواجدة في أفينيو قلوبهم معنا وقلوبنا معه وكأننا نصلي في المصلى واحد إن شاء الله. ثم أيها الإخوة الأفاضل، هذا الدين أول ما يهتم
تنمية بالشباب أيها الإخوة. فتعرفوا أن في أبينيو إن شاء الله استحدث أو وجد القلب النابض إن شاء الله الأبينيو، وهو مدرسة أو معهد الشاطبي، معهد ومسجد الإمام الشاطبي لكي تولوا هؤلاء الشباب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فاحنا كنا قلنا للإخوة في جميع المساجد أنهم يعاونهم لأنهم شباب، ماشي بحال المساجد الأخرى عندهم جمع كبير استطاعوا يجمعوا التبرعات بسرعة. هما بما أنهم شباب وغيديروا واحد المدرسة معهد يدرسوا فيه الإسلام بالعربية والفرنسية، وفي أساتذة أكفاء إن شاء الله، وفي محاضرين دائما إن شاء الله، ومن ثم يتكونوا الأئمة والشباب الداعي إلى الله عز وجل في المستقبل. ها هما الإخوة إن شاء الله كي تربطكم جميعا أيها الإخوة رجالا ونساء شبابا وشيوخا. وهذا المكان متواجد في البلاصة فين كانت الجامعة الأولى في أفينيو بعد مونكلار طبعا اللي هي في نعم. هذا المكان هذا موجود والحمد لله حصلوا عليه وشراوه، ولكن يحتاجون إلى الأموال، فبسرعة فائقة أيها الإخوة نتبرعوا لهم التبرعات. الإخوان ديال البخاري، إخوان ديال الأغانجا، إخوان ديال البونتي، المسلمين اللي جاوا من المدن المجاورة كلهم تنزلوا اليوم التبرعات بالنسبة للمساجد ديالهم لصالح هذا المسجد ديال الشباب، وهذا المعهد ديال الشباب، وهذا المعهد ديال التكوين ديال الأئمة والمربين اللي غادي يخرجنا إن شاء الله دعاة الصالحون في المستقبل لهذه البلاد أيها الإخوة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسلطات الفرنسية وللسلطات المحلية في مدينة أفينيو ونواحيها اللي في حق ساعدت وأيدت ونصرت هذا التجمع الكبير. وإليكم السي نجيب إن شاء الله يتكلم عن المشروع مباشرة. Comme nombre d'entre vous le savent déjà, un nouveau projet est en train de voir le jour à Avignon. Ce projet va voir le jour, Inch'Allah, au cœur du quartier de la Croix des Oiseaux. Comme car le savent beaucoup d'anciens, la Croix des Oiseaux est un quartier qui a vu naître la seconde mosquée d'Avignon après Montclar en 1989. Et malheureusement, cette mosquée sera détruite dans le cadre d'une rénovation urbaine du quartier. Mais à partir de là, plusieurs mosquées vont naître, comme la mosquée de Boukhari, le Ponté, Montfavé, la Redjane. Et aujourd'hui, le désir de vouloir revivifier ce quartier par la naissance non seulement d'une mosquée de quartier, mais d'un centre culturel islamique, le centre culturel Chatoubi, du nom de l'imam Chatoubi. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une structure qui n'a pas énormément de surface comme beaucoup de mosquées à Avignon. Alhamdulillah, ce que nous demandons à nos frères et à nos sœurs en ce jour béni de l'Eid al-Fitr, c'est de nous aider financièrement pour pouvoir mettre ce projet, aider ce projet à voir le jour. Et une grande nouvelle, et c'est une joie immense de le savoir, sachez que les mosquées habituellement, pendant le jour de l'Eid, font une collecte d'argent pour leur propre structure. Et aujourd'hui, toutes les mosquées ici réunies se sont accordées à renoncer à faire des collectes pour leur structure, mais ont cédé au centre Chatoubi le privilège de pouvoir collecter vos dons, votre argent, pour aider à ce projet. Ce projet comprend une petite mosquée de quartier. Il comprend dans cette mosquée un imam francophone qui saura parler aux jeunes, aux francophones, et qui sera aussi équipé d'une librairie, une bibliothèque arabophone et surtout francophone. Et au sein de ce centre culturel islamique, Chatoubi, l'Institut de formation Chatoubi qui offre une formation pour les adultes francophones âgés de plus de 18 ans